زوجها ينظر للنساء ونصحته أنا لم أقبل، وعندما يريد أن يضايقني يناديني بأسمائهن، هل لي من أجر على صبري على هذا الرجل؟ هذا الرجل أحمق، يعني يحب واحدة اسمها سعاد يقول لزوجتها يا سعاد، هذا مؤذي مؤذي. اتق الله لأنه يظلم بهذا الكلام. وهيك فيه ما هو فيه من الابتلاء بالنظر إلى النساء، قل إن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لا إله إلا الله. السلام عليكم.